شيخنا حفظك الله، شخص يعمل أعمالا صالحة ويحاول فيها إخلاص نيته، ولكن يحب أن يرى أولاده وذريته أعماله الصالحة يذكروها بعد موته، ويحتج بقول إبراهيم واجعل لي لسان صدق في الآخرين، فما هو توجيه فضيلتكم وجزاكم الله خير؟ الأصل أن العمل يعمل لله عز وجل خالصا لا تتعلق به نية، فالذي يبني المسجد مثلا أو يعمل الصدقة الجارية أو غيرها يريد، يقول أريد وجه الله لكن أريد أن يذكرني الناس بخير أو أن يكون قدوة لذريتي، أو فهذا يختلف بحسب ماذا؟ بحسب نيته. فلا شك أن الواجب أن يمحض النية خالصة، لكن لو جعل من النية مثلا أن يتعلم الناس العلم، أن يصلي الناس، أن يدعو له، فإن هذا مقصود شرعا، فإن هذا ماذا؟ مقصود شرعا. لكن إن كان قصده ليس مما أراده الشارع وقصده الشارع، كان يذكرونه بالكرم أو يذكرونه بالجود أو بالمفاخر، فإن هذا قد ينافي النية ماذا؟ الصالحة. لكن لو قال أنا أعمل عمل الصالح وأرجو منه أول ابتغاء وجه الله عز وجل، وأرجو أن يستمر الدعاء لي، وأرجو ماذا؟ أن ينتفع الناس من هذا العمل، لا بأس. لكن أن يراد يذكر فقط، فنخشى أن تكون مثل هذه النية مفسدة لماذا؟ لهذا العمل. أما الاستدلال بالآية، فالآية دعاء اجعل لي لسان صدق في الآخرين، ليس المراد به مثل هذه الصورة. نعم. وباب الإخلاص باب دقيق، باب الحقيقة أنه دقيق، وأشد ما يعالج الإنسان النية. كل شيء قد تعالجه إلا نيتك، فإنها من أشد ما تعالج. حضور هذا الدرس يحتاج إلى نية، تعلم العلم يحتاج إلى نية، وعلى قدر عناية العبد بنيته على قدر ما يصلح الله عز وجل قلبه وحاله. ولذلك يجاهد العبد نفسه في إصلاح النية. وسبحان الله كم يستوقفني حديث الذي في السنن وفي مسند أحمد، حديث الطويل، رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنية. قتيل، النبي يقول قتيل خرج من المسلمين، من جيش المسلمين، وقاتل بين الصفين ومات، ماذا قال النبي؟ الله أعلم بنيته. فمن أعظم ما ينبغي أن يعتني به العبد أن يعالج هذه النية. وكم يعني ذهب محيق العمل وذهب صالح العمل وأثره، كم بسبب ماذا؟ النية. ولذلك كما ذكرنا في حديث إنما الأعمال بالنيات، فإن أهل العلم جعلوا مدار الأعمال كلها على هذا الحديث، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فيسأل الله العبد دائما ودوما، يسأل الله صلاح النية، ويسأله كذلك ماذا؟ صلاح العمل. صلاح العمل أن يكون موافقا لما عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وصلاح النية أن يكون خالصا قصدا لله عز وجل. فليحرص الواحد من إخوتي أن يجدد هذه النية دائما. أقول ولعل من إن شاء الله من علامات حسن النية كثرة الدعاء بأن يصلح الإنسان ماذا؟ أن يصلح الله عز وجل نيته. وتذكروا الحديث الذي في الصحيح وهو مختصرا وفي الترمذي مطولا، في حديث الثلاثة الذين تسعر بهم النار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ثلاثة، سأل الله يأجرنا منهم، ذكر ثلاثة تسعر بهم النار. أول خلق الله تسعر بهم النار ثلاثة: قارئ للقرآن، ومجاهد، وماذا؟ وسخي كريم يتصدق، يظن أنه ماذا؟ يظن الناس أنه يرجو وجه الله وهو يرجو أن يقال سخي كريم، وذلك الذي يقرأ القرآن ويتلقاه. وقال في الحديث إنما ليقال قارئ، والثاني إنما قيل ليقال شجاع. فهؤلاء الثلاثة، هذا قارئ للقرآن، وذاك بذل مهجته ونفسه وفي ظاهر أمره بين الناس أنه استشهد في سبيل الله، والثالث جواد معطاء منفق. قال النبي وهو يحذر من سوء النية وسوء الطوية، قال: فيا أبا هريرة، والحديث في الترمذي في باب الزهد بطوله وهو حديث جميل، فإن أولئك أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. نسأل الله يعيذنا وإياكم من هذا الأمر. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وهو الحي القيوم الذي لا يموت، اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم، نسألك اللهم بأحب الأسماء إليك وأقربها زلفى لديك، يا حي يا قيوم، أصلح نوايانا، اللهم أصلح نوايانا، اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل، اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل، اللهم اجعل أقوالنا وأعمالنا وظواهرنا وبواطننا يا حي يا قيوم خالصة لوجهك، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم لا تجعل فيها رياء ولا سمعة، اللهم لا تجعل فيها رياء ولا سمعة، اللهم لا تجعل فيها رياء ولا سمعة، اللهم ارزقنا حسن القول وحسن القصد وحسن العمل، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونعوذ بك أن نشرك بك ونحن لا نعلم يا حي يا قيوم. اللهم نعوذ بك من شر أعمالنا، اللهم نعوذ بك من شر أعمالنا، اللهم نعوذ بك من شر ما عملنا ومن شر ما لم نعمل، اللهم نعوذ بك من شر ما عملنا ومن شر ما لم نعمل، اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم نعوذ بك يا حي يا قيوم من العجز والكسل والجبن والبخل والهوى.
الهرم وغلبة الدين وقهر الرجال. اللهم من كرات الأخلاق والأهواء والأدواء يا سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم تجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل من بيننا ولا معنا شقيا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم عظيم حليم ودود تحب العفو فاعف عنا واغفر لنا. اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اغفر لوالدينا، اللهم ارحمهم رحمة من عندك، اللهم ارحمهم رحمة من عندك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحمهم واغفر لهم كما ربونا صغارا. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، اجعل أعمالنا خالصة سديدة. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله.